صام ظهرا ونطق كفرا، مثل ينطبق على السلطات المحلية بولاية البويرة. فبعد أن أوصدت أبواب حصة 42 وحدة سكنية ببلدية آية العزيز التي انتهت بها الأشغال منذ 3 سنوات في وجه أصحابها، ها هي اليوم تقوم بترحيلهم إليها وهي تفتقر لشبكات الغاز والكهرباء وحتى الماء. اليوم كجوي رحلوا سكنت هذو في آية العزيز، بو دخلنا ما لقينا لا الماء، ما لقينا لا تريسيتي، ما لقينا لا الغاز. عندنا 3 سنين حنا نستناو باش نجيو لهنا نسكنوا هنايا، لقينا كاع الديار مهرودين كاع داخل، كاع مهرودين، ما كاين ليتريسيتي، ما كاين الغاز، لي الماء، كاع الديار مشقين كاع داخل، راح يريبوا كاع. التريسيتي ما كاش، الماء ما كاش، الغاز ما كاش. انا سي لا بومييير فوا، الحيوط كاع راهم طاحوا، لا فايونس، لي روبيني كاع راهم مكسرين، والتسياق ما كاش، الماء ما كاش. انا جامي شت رحله كيما هذي، ما كيمش علي. من غير المعقول أن تسلم سكنات جاهزة بدون كهرباء ولا غاز ولا حتى الماء الشروب، وأكثر من ذلك في عز شهر الصيام، علما أن وزير السكن أكد وألح على أن تكون السكنات الجاهزة الموزعة على أصحابها تتوفر على كل الضروريات. والاخرانية في رمضان نحمد لك اللي عنده دراري ولا اللي عنده في رمضان، كيف راح يطيبوا، كيف راح ياكلوا، كيف راح لاتريسيتي الماء. والله ماني والله ماني فاهم. اليوم رانا في رمضان، الماء ما كاش، الغاز ما كاش، كيفاش نطيبوا، كيفاش واش ناكلوا، واش ياكلوا دراري، ما كاين والو خويا. البيبي ما عندوش الماء باش نطيبوه، ما كان لا غاز لا تريسيتي لا ماء. جيت اليوم باش نرحل، قال لي ما كاش. انا باش عندي الحق في الدولة، اشكي عندي الحق ولا ما عنديش؟ هذا مكان. واش قالوا لك لازم تريب ولا؟ قال لي لازم تريب على جوج ديال، جوج ديال ماشي توعي، ماشي توعي تاع الشيخ. قال لي لازم تريب جوج ديار، انا قلت لهم تريبوا واحدة، قال لي لا لا لازم تريب جوج. تجدر الإشارة إلى أن عملية الترحيل وإعادة الإسكان استفادت منها 30 عائلة فقط، وذلك بعد تهديم منازلها القصديرية، في حين سيتم توزيع باقي السكنات على المستفيدين في ليلة 27 من شهر رمضان.